السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في مشروع جديد من مشاريعنا. معلش أنا كنت مختفي الفترة اللي فاتت دهيت، إني كنت بجهز حاجة كده إن شاء الله تعجبكم النهاردة بإذن الله. طبعا معاكم علي حسن أخوكم اللي عمل فاير ماتريكس والبلومينج ماتريكس، والحمد لله نالت إعجاب كتير جدا من الناس سواء كان في مصر أو بره مصر، والناس كتير اعتبرتها بمثابة مرجع مهم جدا في الحاجات التصميمية الخاصة بالفاير والبلومينج. وبإذن الله يعني المشروع اللي احنا بدأناه ده مش هنوقفه، وبإذن الله هيبقى فيما بعد إن شاء الله هيبقى فيه حاجات تانية كتير خاصة بكورسات التصميم وخاصة بالمجال بالأخص اللي هو الـ MEB وتعلم البرامج الهندسية المختلفة، بحيث إن هي تبقى معاك بإذن الله مرجع كامل خاص بالتصميم وتقدر تستخدمها في أي وقت. النهاردة الحمد لله قدرنا إن احنا بعد سنة الحمد لله من الشغل والتعديلات الكتير جدا اللي احنا عملناها طبعا من خلال يعني شركة متخصصة في تصميم المواقع او الويب سايت، فوصلنا الحمد لله للشكل النهائي الخاص بالفاير ماتريكس، ودي باذن الله هتكون يعني بمثابه منصه مهمه جدا في المجال الخاص بالكورسات وبالاخص الجزء بتاع الام اي بي والكورسات الهندسيه. وبكده قدرنا ان شاء الله من خلال الموقع دوت ان احنا نحول الاوفلاين لاونلاين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الأول كنا بنعمل اللي هي كورسات بتبقى مسجلة موجودة على فلاشة USB، ومن خلال الفلاش USB دهيت بتقدر إنك تشغلها على الجهاز عندك، ويعني تقدر إنك تستخدم البرامج سواء كان بتاعة الفاير ماتريكس أو البلومينج ماتريكس. لكن كان في بعض الأحيان بيبقى في صعوبة من حيث إن الفلاش دهيت مثلا محتاج إن أنا أبعتها أو أرسلها شحن إلى خارج مصر، فكانت بالنسبة للكاستمر أو بالنسبة للمهندسين إخواتنا برا مصر بتبقى عملية مكلفة جدا، وممكن تلاقي سعر الشحن مثلا نفس سعر الكورس، فده بيبقى فيه صعوبة جدا في إن الفلاش ده هي توصل للناس برا. والحاجة التانية إن هي لو تعرضت طبعا للتلف أو الضياع أو غيره بتبص تلاقي ان محتاج ان هو يعيد مرة تانية عملية الشحن والكلام ده، فبيبقى مكلف جدا. فدلوقتي الحمد لله عملنا الويب سايت ده بحيث ان هو يخدمنا سواء كان في مصر او خارج مصر. الويب سايت ده يعني زي ما انت شايف كده هو مباشر جدا زيه زي البرامج اللي احنا بنعملها في الاستخدام. يعني دايما احنا بيبقى الهدف الاساسي بتاعنا في تصميم اي حاجة ان هي تبقى فريندلي، يعني تبقى سهلة على الناس ان هي تستخدمها، مش محتاجة تعقيد في ان انا اوصل للحاجة اللي انا عايز اوصل لها او المعلومة اللي عايز اجيبها. فده اللي هو الشكل بتاع الويب سايت او الواجهة بتاعته، وهندخل بعد كده إن شاء الله في التفاصيل بتاعته. تعال نشوف كده مع بعض الفيديو اللي في الواجهة ده. فده كان الفيديو بتاع البداية الخاصة بالويب سايت. تقريبا الفيديو ده يعني اتعمل من سنة، يعني كان احدى الشركات بتاعت الانفوجراف فعمل لي الفيديو ده من سنة، وكان لسه الويب سايت ما كانش خلص.
دلوقتي بس عشان ما اطولش عليكم، هنا بيبقى في عندك الكورسات. طبعا احنا بدأنا بالكورسات اللي هي خاصة بالفاير والبلومينج، طبعا ده اللي هو الاونلاين اللي هو بيبقى على الويب سايت، فتقدر انك تاكسس عليه من اي مكان في العالم، تمام، بمجرد ان انت بس بتعمل الاشتراك بتاعك على الويب سايت. وهوريك ازاي انك تعمل الريجستر الخاص بالويب سايت نفسه، وازاي انك تعمل الدفع بتاع الكاش الخاص بالكورس نفسه او الفي بتاعة الكورس. وبعد كده تقدر، طبعا الكورسات دي بتبقى دائمة، يعني هنا مش مرتبطة بمدة زمنية، بتفضل معاك وبتقدر تأكسسها في أي وقت على الويب سايت بتاعك. وكمان الحاجة التانية إن كمان هيبقى متوفر برضو الأوبشن التاني اللي هو القديم بتاعنا اللي هو الأوفلاين كورسز، إن هي برضو هيبقى في عندي الكورسات الأوفلاين اللي هي موجودة على فلاش يو اس بي. اللي مش حابب طبعا يتعامل مع النت، أو يعني عنده مثلا شبكات النت ضعيفة أو غيرها، ما تقدرش إن هي مثلا تقوم الفيديوهات أو الكورسات الموجودة عندي على الويب سايت، فده برضو هيبقى أوبشن تاني متاح في اللي هي الأوفلاين كورس. لو دخلنا على كده مثلا الفاير ماتريكس ده اونلاين، تمام، طبعا هنا برضو في اللي هي الفيديو الخاص بمقدمة الكورس نفسه، هنا بيبقى فيه تقييم للكورس ومحتوى الكورس نفسه، تمام. وبعد كده بتلاقي عندك ده اللي هي الماتيريال كلها الخاصة بالكونتنت، أو اللي هي الكورس كونتنت بتاعت إيه، بتاعت الكورس كله. طبعا هنا بتقدر إنك تتفرج على الملفات من بره، لكن مش هتقدر يعني تعرف مثلا وليكن مثلا البرزنتيشن، ببقى عارف ان في 3 ملفات. الليكشرز مثلا ببقى عارف عدد الليكشرز اللي في المحاضرات او للجزئية الخاصة بالمحاضرات مثلا بتاعة السبرينكلر سيستم او الستاند بايب او غيرها، تمام. لكن مش بتقدر تاكسس الفايل نفسه الا من خلال اللي هي الريجستريشن او التفعيل والاشتراك في الويب سايت. طيب القصة ده هي بتتم ازاي؟ ازاي ان انا اعمل ريجستر على الويب سايت، وازاي ان انا اشتري الكورس دهوت، او ازاي ان انا اكسس الكورس ده؟ كل اللي انت بتعمله ان انت بتدوس على ريجستر فوق كده على اليمين اهو، وبيطلب منك بعض البيانات البسيطة اللي هي الاسم، والاسم اللي هو اليوزر نيم والفيرست نيم واللاست نيم والايميل ادرس والباسورد اللي انت هتاكسس بيه بعد كده الويب سايت. فمثلا هسميه وليكن الاسم الاولاني فاير ماتريكس مثلا يوزر 1. طيب بعد كده الفيرست نيم هسميه مثلا علي، اللاست نيم حسن، وبعد كده هحط الايميل ادرس. طبعا كان في ايميل انا مكريته علشان خاطر نعمل بي تيست بس للموضوع بتاعنا ده، ماشي. وبعد كده نحط الباسورد، حط اي باسورد يعجبك، تمام. وبعد كده كل اللي انت تعمله ان انت ايه، هتدوس ريجستر. يبقى بيانات بسيطة جدا بتدخلها اللي هي اليوزر نيم، الفيرست نيم، اللاست نيم، الايميل ادرس. بيطلب منك مثلا الباسورد، خد بالك الباسورد ده عليه ريستريكشن شوية، اللي هو بيقول لك ان يور باسورد ماست كونتين ات ليست 1 لوور كيس لتر 1 كابيتال لتر اند 1 نمبر. طيب يبقى لازم يبقى فيه حرف كابيتال وحرف سمول وبعد كده ارقام. طيب انا هجرب حاجة كده اهو، ونكونفيرم ده. ونجرب
جرب بريجستر. خلاص انا دخلت كده بالماي اكاونت وفعلا كريت الاكاونت بتاعي باسم علي حسن والكلام ده كله تمام. وبعد كده نروح على اللي هي الخانة بتاعت الكورسات او اللي هي الهوم دي او دي تمام. انا عايز مثلا اخد اللي هو الكورس بتاع البلامينج اللي هو الاونلاين، فاجي هنا في هنا باتون موجود عندك اللي هو تيك ذيس كورس، هتدوس عليه. بعد كده هيوديك على اللي هي السلة بتاعت المشتريات بتاعتك تمام. فيقول لك والله ان البرايس ده هو 1500، وبعد كده بتدوس على اللي هي كارت توتال. طبعا انت هنا العدد بتاعك واحد، هنا بيديلك السعر النهائي 1500. طبعا لو في كوبونات خصم او غيره بتحطها هنا وبتعمل ابلاي كوبون فبيعمل لك الخصم اوتوماتيك. بعد كده هتدوس على بروسيد تو تشيك اوت، فبمجرد ان انت بتدوس على اللي هي اللي تشيك اوت بيطلب منك بعض اللي هي البيانات للتأكيد، زي مثلا فيرست نيم. خلاص يبقى ده علي حسن، نحط الرقم اهو، الايميل خلاص متكرر، كومباني نيم اي حاجة بقى، بعد كده عندك الستريت 21 اي حاجة برضو ماشي، السيتي خليها مثلا جيزة تمام. بعد كده هنا اختار اي حاجة برضو مدينة اللي هي مثلا جيزة، وفي الاخر بتدوس على بليس اوردر. خلاص انت كده خرج منك الاوردر ان انت فعليا عايز تشتري اللي هو الكورس بتاع البلومينج اللي هو الاونلاين، لان خد بالك في كورس تاني اللي هو البلومينج اوفلاين ان انت محتاجه على فلاش يو اس بي، بتتبعت لك شحن برضو عن طريق احدى شركات الشحن الموجوده، بتتبعت لك العنوان والكلام ده كله، فبيطلب منك برضو ايه اللي هي بيانات العنوان والكلام ده بحيث ان هي توصل لك في اقرب وقت. خلاص انت بمجرد ان انت فعلت الاوردر ده المفروض ان انت هتبدا تتواصل معايا اما عن طريق الايميل اللي هو الايميل الموجود فوق الخاص بالادمن، او تكلمني على الواتس، او ان انت تدوس على كونتاكت اس وبعد كده هتلاقي فيه هنا اللي هي الواتس. فمجرد ان انت هتدوس على الواتس ده هيبدا يدخلك على الواتس ويب تمام، وهتغير بس اللغة بتاعتك العربي او الانجليش اي حاجة تمام. فبمجرد بس ان انت هتدوس continue to chat يبقى هنا بتبدأ هنا تعمل محادثة معايا على الواتساب، وتقول لي والله بنتفق على طريقة الدفع مثلا على فودافون كاش للناس الموجودة داخل مصر، او تحويلات بنكية عن طريق البنك بتاع كيو ام بي او غيره من البنوك، او حوالة عن طريق اللي هي الويسترن يونيون. فمن خلال التواصل ده سواء كان من واتساب او من خلال اللي هو الايميل الموجود، او من خلال مكالمة تليفونية مثلا على الرقم بتاع الموبايل، فخلاص بتفق معاك على طريقة الدفع وتمام. انا ايه بالنسبة لي خلاص ببدأ هنا ادي لك ابروفد على الاوردر بتاعك تمام. هبدأ هنا انا هدخل بقى كادمن في الموقع بتاعي ده، اعمل بس هنا لوج اوت اعمل لوج اوت وادخل باللي هي الاكونت بتاع الادمن بتاعي. ادخل لوج ان اهو،
بيبدأ هنا طبعا الحاجات دي خاصة بيه اللي هي الادمن نفسه، او خاصة بيه يعني اللي بيدير الويب سايت نفسه. فكل اللي انا باجي اعمله ان انا ادوس على اوردر، بيبقى ظاهر عندي الاوردرات اللي موجود عندي. مثلا ادي اهو واحد اسمه اهو علي حسن اللي انا كريته، اللي بيديني المدة الزمنية مثلا من 3 دقايق، تمام. وبقدر ان انا اعمل بريفيو كامل عنه، تمام، باللي هي الايميل بتاعه والعنوان والكلام ده كله، وبتأكد ان هو محتاج طبعا ايه ابروف ده على اللي هي الاونلاين. طبعا هو بعد ما تم عملية الشراء او غيره، خلاص بروح معلم عليه علامة صح، وباخد اكشن هنا ان هو change status to completed، تمام، وبدوس apply. بعد ما خلصت القصة دهيت، يبقى الراجل ده فعلا اشترى ايه الكورس البلومنج بتاع الاونلاين ده، فيقدر من خلال اللي هو الويب سايت، من خلال الاكونت بتاعه، ان هو يقدر ان هو يدخل على السايت بتاعه. هعمل بس لوج اوت من اللي هو الحساب الادمن بتاعي، واعمل لوج ان بالحساب الايه اللي احنا كريتناه، اللي هو بتاع اللي احنا كريتناه مع بعض حالا. لو لاحظت طبعا في صفحة الادمن ان انا وريتها لك، طبعا ببقى شايف على الويب سايت كل المستخدمين الخاص بالويب سايت، فبيبقى في حاجة اسمها برايفسي بوليسي، بحيث ان ببقى شايف مين اللي داخل عندي على الويب سايت، هل الراجل ده فعلا مشترك ولا ده حساب فيك او غيره. فبقدر بسهولة ان انا اعمل بلوك او امسح الاكونتات الموجودة عندي اللي مش متسجلة في اللي هي الليستة الموجودة عندي الخاصة بالويب سايت. فهتبص تلاقيه اتحول على طول، شايف اتحول على طول من اللي هو الكورس بتاعي، من السعر بتاعه للحاجة اسمها انرولد. انرولد اللي هي ان هو خلاص فعلا بالاكونت اللي انا دخلت بيه دوت اشتريت اللي هو الكورس بتاع البلومنج، وخلاص من خلال الادمن طبعا ان انا ايه اديت ابروفد عليه. فمجرد بس انك تدخل عليه هتقدر ان انت تاكسس كل الفايلات بتاعت ايه بتاعت الكورس دوت. طبعا ادي اهو طبعا هنا من حقك طبعا ان انت تدي اي ريت خاص بالكورس نفسه، تمام، على حسب طبعا استيعابك للكورس وعلى حسب الشرح اللي فيه، وتقدر ان انت تحط اي كومنت بتاعك وتعمل له سبميت فبيظهر عندك في المحتوى نفسه. خلاص يبقى انا بعد كده بقدر ان انا اكسس الفايلات الموجودة عندي بتاعة الكورس. فاول حاجة مثلا اللي هي الجايد لاين، فده اللي هي البرزنتيشن بتاعتنا، تمام. فلو انت دخلت على البرزنتيشن دهيت هتلاقيها بكذا فورمات، اللي هو الفورمات الاولاني بتاع البي دي اف، وفي فورمات تاني اللي هو الباوربوينت. طبعا هنا البي دي اف نفسه قسمناه بحيث ان هو يبقى كل ملف مختص بجزئية معينة من الاجزاء بتاعت اللي هي اللي اتناولناها في الكورس دوت. هتسيبه بس يحمل، هيديلك بريفيو، تقدر ان انت تعمل سكرول وتقدر انك تشوف البي دي اف براحتك، وكمان تعمل داونلود مفيش اي مشكلة، تمام. ادي اهو بيعمل داونلود اهو.
تمام، ادي اهو الكورس كامل. تمام، ده كان الجزء بتاع الووتر سبلاي. هتلاقي تحت اللي هو الجزء التاني بتاع الدرينج سيستم، وبعد كده الووتر فيتشر، كومبريسد اير، الجاز فيول والليكويد فيول والميديكال جاز. وبعد كده هتلاقي الصيغ كلها بتاعت الباوربوينت لو انت حابب ايه تشوفها بالباوربوينت. بعد كده لو جيت مثلا في الكالكوليشن، في مثلا اللي هو الجزء بتاع الووتر سبلاي سيستم، فبتلاقي هنا الاكسل شيت كلها اللي انت بتحتاجها في حسابات مثلا الغلايات، السخانات، غيرها من المحتوى المختلف من الشيت نفسه. فتقدر ان انت تحمل ببساطة كده شيت الاكسل، ومن خلال الاكسل شيت ده هو تقدر ان انت تحسب اي حاجة انت محتاجها خاصة بالبلومنج، سواء كان سايز بتاع مواسير، سواء كان سايز بتاع اكيومنت، طرمبة، سخان او غلاية او غيرها من اللي هي الاكيومنت بتاعتنا. تمام، نعمل بس كولابس للحاجات دي. طبعا هنا مقسم الكالكوليشن بتاعته لووتر سبلاي ودرينج طبعا على حسب الموضوعات المختلفة. بعد كده هتلاقي في عندك اللي هي المحاضرات، فمجرد ان انت برضو بتدوس على اللي هي الابليكيشن بتاعك اللي انت محتاجه. مثلا انا محتاج وليكن الجزء بتاع الووتر سبلاي، فبيبدأ هنا يدخلك على الووتر سبلاي سيستم. و سوري، في الليكتشرز اهو مثلا وليكن ادي الووتر سبلاي، ووتر سبلاي ليكتشرز، فدوس مثلا على المحاضرة الاولى. تمام، وتقدر انك تكبر وتشوف المحاضرات براحتك في اي مكان في العالم. في محاضرات تم تقسيمها لاكتر من بارت بحيث ان انا احافظ برضو على الجودة ان هي تبقى عالية. تمام، يعني ادي اهو مثلا سيستم، والجزء الثاني هتلاقيه تحت اهو. واخد بالك، بعد كده هتلاقي عندك اللي هي مجموعة الفيديوهات التعليمية اللي هي مثلا وليكن خاصة موضوع compressed air مثلا، فهتلاقي ان بيديلك هنا محاضرات توضيحية لبعض الموضوعات الموجودة عندي. بمجرد بس ان انت بتدوس على السهم يمين او شمال بيقلب لك في اللي هي البيج الموجوده الخاص بالكورس نفسه. فتلاقي وليكن الكتالوجات، كتالوج اي كتالوج انت محتاجه هتلاقيه موجود هنا عندك. تمام، انا مثلا عايز حاجه خاصه بالكاتش بيزن مثلا، حاجه خاصه بالدرينج بايب، حاجه خاصه بالكيل تانك، تمام، السميرسابل بامب، اي حاجه انت بتحتاجها هتلاقيها موجوده عندك في الكتالوجات بشكل ميسر جدا. تقدر ان انت تاكسس الكتالوج بشكل سريع، ولو انت عايز تعمله داونلود فبتقدر ان انت تعمل داونلود بسهوله جدا. تمام، كذلك الامر بالنسبه للاكواد كلها اللي انت بتحتاجها. تمام، هتلاقي برضو عندك اللي هي مجموعه المشاريع اللي انت برضو احنا صممناها في الكورس دوت. ففي مثلا وليكن انا مصمم مثلا مصنع او حاجة زي كده، فتدخل مثلا على العنوان دوت، يبقى بتدوس على الهيد نفسه بتاع البروجكت. ففي البروجكت دوت بتلاقي في عندك اكتر من فايل، في فايلات خاصة بالحسابات، وفي فايلات خاصة بالدي دبليو جي نفسها اللي هي الكاد الموجود عندك. تمام، الكاد مثلا اهو ده اللي هو الفاكتوري. تمام، فبتقدر ان انت برضو تعمل داونلود، ومن خلال الداونلود ده بتشوف، بتقدر ان انت ايه تفتح الفايل الكاد اللي انت محتاجه. بعد كده ده برضو مكتبة البلوكات موجود عندك اهو. طيب، هو ده فارق حاجة عن الفلاشة. طبعا يعني
الفايلات هي هي، يعني نفس الكورس او نفس المحتوى، سواء موجود على الفلاش يو اس بي او موجود على الويب سايت، هو هو نفس المحتوى، لكن الفرق كله زي ما بقول لك ان انا خلاص ما بقتش ملتزم باليو اس بي، وبقيت ان انا اقدر اكسس القصه دي من اي موبايل، من اي تابلت، من اي لابتوب، اي جهاز موجود عندي اقدر اكسسه طالما انا مأكتف الاكونت بتاعي وشغال بيه، فاقدر ان انا حتى اتفرج على المحاضرات دهيت على اللي هي الموبايل، مفيش اي مشكلة. الفايلات نفسها اقدر اعملها داونلود من الموبايل، تمام. فالويب سايت بيبقى متوافق مع الاجهزة سواء كانت البي سي او التابلت او اللي هي الموبايلات. طبعا بيبقى في عندك هنا فايل مهم جدا اللي هو حاجة اسمها ليكشر جايد، في البلومنج معمول، وبإذن الله ممكن نعمله إن شاء الله للفاير. ففي البلومنج يعني بيسهل كتير جدا من خلال الموضوعات اللي احنا عاملينها، ان هو بيقول لك والله بيوديك على رقم المحاضرة وفقا للموضوع اللي انت محتاجه، تمام. ان مثلا بقول ان في المحاضرة الاولانية في الجزء مثلا بتاع الووتر سبلاي بتلاقي عندك المواضيع اللي بيغطيها كذا كذا كذا، ومن خلال دوت بتقدر ان انت توصل للمعلومة بشكل سريع جدا، اللي هي المعلومة اللي انت او المحاضرة اللي انت عايز توصل لها وتعرف المعلومة بتاعتك. طبعا بتلاقي مجموعة البرامج الهندسية اللي انت بتستخدمها، وممكن بعد كده بإذن الله نعمل عليها أبديت بحيث إن احنا إيه نزود فيها برامج أو حاجات زي كده، زي برامج مثلا الفوكسيت فانتوم أو رينيم ماستر أو البي دي إف 2 دي دبليو جي أو الريفيت أو الأوتوكاد أو غيره من اللي هي البرامج اللي احنا بنستخدمها دايما في التصميم، تمام. ده بشكل سريع كده اللي هي الكورس بتاعنا والويب سايت بتاعنا، ازاي ان انت تعمل الشراء للكورس دهوت اللي هو الاونلاين وتفعله، وتقدر انك تاكسس الفايلات بشكل سريع جدا. طيب انا ممكن اشتري حاجة برضو اوفلاين لو انا عايز، خلاص انا ما عنديش نت مثلا قوي وعايز حاجة دهيت على فلاش يو اس بي، بحيث ان انا ما عنديش نت وما عنديش باقات ان هي تقدر تتحمل الفايلات دهيت او غيرها، فخلاص اقدر ان انا اشتري الكورس دهوت اوف لاين اهو، بس اتاكد ان ده بلامينج ماتريكس اوف لاين فلاش يو اس بي او فاير ماتريكس اوف لاين فلاش يو اس بي. فكل اللي انت بتعمله ان انت بتدخل على الفايل ده وبتدوس اد تو كارت، تمام. وبعد كده بتشوف عندك ده في سلة اللي هي المشتريات بتاعتك، وبعد كده proceed to check out، وبعد كده بيطلب منك طبعا ايه العنوان لازم تحطه بالتفصيل، يبقى هنا مهم جدا العنوان يبقى مظبوط ورقم الموبايل بتاعك يبقى مظبوط وكل حاجة تبقى مظبوطة عشان خاطر يتحقق الاوردر بتاعك ويوصل لحد عندك، وبيبقى الدفع زي ما بقولك عند ايه عند الاستلام، تمام. ده بالنسبة للناس الموجودين في مصر، أما خارج مصر فيعني إيه طرق الدفع بتبقى مختلفة، سواء كان عن طريق ويسترن يونيون أو حوالات بنكية أو غيرها من الطرق المختلفة. طبعا هتلاقي في حاجات برضو هنا في الويب سايت نفسه فري، زي مثلا اللي هي البلوج أو اللي هي بعض البوستز اللي احنا كنا نشرناها على الفيسبوك، وأي بوست تاني جديد بإذن الله هيبقى موجود على الويب سايت، تمام. زي مثلا بتاع البامب روم، زي بتاع الغرف الكهربية، زي الحاجات بتاعت الـ MIC، فهتدخل هتلاقي السؤال بتاعه أو الهيد بتاع المقال نفسه أو الريبورت، وبعد كده هتلاقي البوست كامل موجود هنا، وتقدر ان انت تعمل اي كومنت موجود وتعمل سبميت للكومنت فينزل عندك على المقال الموجود بالشكل ده كده. فاي منشورات جديدة باذن الله يعني هتبقى موجودة على الصفحة بتاعت الفيسبوك، وكمان هتبقى موجودة على الويب سايت بتاعنا، تمام. هتلاقي برضو لو انت عايز سامبل من المحاضرات من الفري اللي احنا ناشرينها على القناة بتاعتنا، فكل اللي انت تعمله هتدوس على اللينك ده و open new tab، فهيبقى
مباشرة على القناة بتاعتنا اللي هي بتاعت اليوتيوب، وتقدر ان انت تشوف الفيديوز والبلاي ليست اللي احنا عاملينها او نشرناها فور فري. تمام، زي ما قلت لك تقدر تتواصل معايا على الواتساب، ممكن تتواصل معايا على الفيسبوك اهو، هنا برضو بيوديك على الصفحة بتاعت الفيسبوك الخاصة بفاير ماتريكس. تمام، هنا برضو هتلاقي في عندك في الكونتاكت اس، هتلاقي موجود برضو نفس القصة الحاجات اللي هي بتاعت الايميل والواتساب والفيسبوك واليوتيوب وغيرها. تمام، طبعا اي كورسات باذن الله، يعني ان شاء الله يعني بقدر الامكان في كورس التكييف باذن الله، يعني ان شاء الله يعني متفق مع ناس محترفة جدا في المجال، بإذن الله هتعمل كورس قوي جدا 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 في التكييف، أتمنى يخلصوه في أقرب وقت علشان خاطر بإذن الله برضو إيه ننشره على الويب سايت بتاعنا. ده غير طبعا كورسات تانية خاصة بيه اللي هي الريفت والأوتوكاد، وإزاي إن إحنا نتعامل معاهم، مش مجرد نظري لكن مجرد إن هي هتبقى حاجة عملية جدا تقدر من خلالها ان انت تتعامل مع المشاريع، وتتعامل ازاي تعمل مثلا فاميليز وحاجات زي كده، ازاي ان انت تظبط تمبلت، ازاي ان انت تعمل مشروع كامل سواء كان بالريفت او بالاوتوكاد او بغيره. كورسات مثلا خاصة بالشوب درونج، كورسات خاصة بالحصول على بعض اللايسنس او الحصول على بعض الشهادات، زي مثلا شهادة الووتر بيز او السي اف بي او غيرها. فزي ما بقولك يعني الويب سايت ده ان شاء الله يعني اتمنى ان هو ان شاء الله يكمل، ويبقى فيه مليان كورسات كتير جدا، بس كورسات كلها مختارة وكورسات قوية جدا بإذن الله، مش أي حاجة كده وتتحط في ساعتين ثلاثة وخلاص على كده، لا لازم يبقى الكورس ملم بالجزئية اللي بيشرحها بشكل كامل بمرجعية كاملة. أهم حاجة زي ما بقولك القصة بتاعت البرايفسي بوليسي، ان طبعا هنا اللي هيشتري كورس من الكورسات دهيت ممنوع منعا تاما ان هو ينشر الفايلات دهيت او يشيرها مع اصحابه او غيره. تمام، وفعليا اللي هيعمل كده يعني مش تهديد ولا اي حاجة والله يعني، لكن هي حفظا للحقوق مش اكتر. تمام، فده باذن الله يعني هيبقى فيه مساءلة قانونية للجزئية دهيت. تمام، ويعني انا بتمنى طبعا ان ما الجاش للقصة دهيت او للاسلوب دوت مع اي حد، طبعا ان انا بعامل يعني فئة المفروض ان هي باذن الله يعني تكون على وعي وادراك كافي بان الحاجة اللي هي موجودة دهيت خدت سنين فعلا وتعب ومجهود كبير جدا عشان خاطر تخرج بشكل مظبوط للناس. فأتمنى بإذن الله يعني إن اللي ياخد كورس أو إن هو يتعامل مع الويب سايت أو غيره يبقى يتعامل بمنطلق الاحترافية، وإن هو ما يشيرش الحاجة دهيت مع غيره. طبعا هنا لو حصل مشكلة مع أكاونت معين، إن هو داخل بأكاونت فيك مثلا، أو إن هو الراجل ده مدي الحساب بتاعه لشخص تاني، طبعا زي ما قلت لك من خلال الأدمن ببقى عارف كمان الأجهزة اللي داخلة على الويب سايت والأكاونت اللي داخلة على الويب سايت، فبقدر من خلالها إن أنا برضو أتحكم في الحسابات الموجودة. دي تقراها كويس جدا اللي هي الجزء بتاع البرايفسي والبوليسي ده، هي لان هي يعتبر العقد بيني وبينك على الويب سايت وعلى الكورسات الموجودة، سواء كانت الموجودة حاليا او بإذن الله هتكون موجودة بعد كده. معلش انا طولت عليكم، بس يعني كنت فرحان جدا النهاردة ان شاء الله ان انا قدرت اخلص الويب سايت ده بالشكل المناسب واللي كان في مخيلتي من اكتر من سنة تقريبا. فبإذن الله يعني اتمنى يكون في الخير بإذن الله ليا وليكم، وان شاء الله اشوفكم بإذن الله في مشاريع تانية كبيرة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.